Σαντάμ Χουσέιν μπορεί για Τουρκία. Κβες, 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 κβες. السلام عليكم يا شباب. نعم. وعبد الله الملك يتجهز للانطلاق إلى اليونان قريبا إن شاء الله. ارتقبونا. إن شاء الله الله كريم. مصر بخير السلام. حمامات. وجه التركية. إحنا بين التركية واليونانية قاعدين هسا. هذولاك الشباب مخيمين بالجهة التركية. هذا النهر يعني مكانات احنا قطعنا من هذاك المكان بيرمل شوية صغير قطعنا من عنده. شوفوا رمل يعني زين. جدوم الشباب البارح هذا البارح شباب غيرنا مقطعين من هنا. هذا الشباب ربعنا. هسه بعد شوي طيب الشمس ونقطع ان شاء الله. ان شاء الله طيب الشمس ونقطع. كبس 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم حبايبي؟ ان شاء الله بخير. اليوم احنا بغابات اليونان بحزن الغابات حول الشباب. السلام عليكم. احنا قربنا على جبال اريانا بنش المراوح امورنا تمام. الغابات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا من جبال اريانا نصور الساتي المحرر حرر المجرد المجرد ها المجرد. اي والله يا ويلي على التعب. الشباب الشباب تعبانه لسه جماعه معدان واشم وبال 200 يورو بال 200 يورو. كفو كفو يا شباب كفو. ساعتين نص القريه هاي. هذا تصورك شو تصور بي يا اخي؟ هذا ابو السيف ابو غيس. ابو غيس انه تعبان مرف. وهاي هي الشباب تقتحم كومنتيني ليلا الساعه 11 اقتحام كومنتيني. قادمين يا سلونيك ان شاء الله. الله عبد الله يصور. الله عبد الله يصور. توفيق اقتحام اليونان. ما ادري تشوفونه ولا تشوفونه. الله عبد الله. هذول الشباب الزلم ايوه. هذا الاكمك الاكمك ستيورم. وهذا اليمك هذا اليمك الاشل. الشباب اليوم بدها تضرب حتى ما تقول حاجه. جبنه وخيار وبندوره وفليفله وبصل. شفتهم هاي اكبر اكبر امانيهم الشباب. السلام عليكم يا شباب. اليوم رحت على الدكان جبنا اغراض. جبنا صمونات. هاي مرتديلا وهاي يمكن نفس الكفتة أو شيء. وساردين مرتديلا موي خضرة صارنا من زمان ما شلنا الخضرة. يا الفلاح يا الله حيا على الفلاح. صارنا ثلاثة أيام دي أربعة أيام ما صلينا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي الشباب ركاب الشباب. الشباب السلام عليكم. هذول الشباب نبع نص الجبل. لا
لا تعبي مي. ما شاء الله ده اقوله طالع من الجبل. ما شاء الله حنفيه. 20 كيلو تقريبا. هذا اليوم ان شاء الله ان شاء الله شباب همتها عاليه صار لنا نهارين مريحه. جايين عبي مي يلا نطلع. جدام اقول له اقعد 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 وين السيارة؟ تعال تعال بجيتها دير بقى دير بقى شيك شيك السلام عليكم الشباب شلونكم شلون صحتكم تمام ما شاء الله والله طلعت مع صاحب في حافلة وصلنا الكافالو بعدين اخذت تاكسي الكافالو جيت الموقف الباصات الساعتين بدي اروح احاول اقطع ان شاء الله ان شاء الله والله منظر حلو الحمد لله مش الحال طلعنا من دبارة